بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا وسهلا فيكم حبايب كشكول بسمة. طولت عليكم، معلش اعذروني صبايا، بس برجع مرة تانية يعني بقولكم إنه العارض الصحي شوي طول معايا. بصراحة أنا كنت ما بدي أعمل السنة دي فانوس رمضان، لأن السنة الماضية تقريبا عملت معظم الأشياء اللي بيتم يعني الزينة فيها برمضان، من الفوانيس للقمر النجمي. القمر عملناه 3D يعني مجسم، وعملناه عادي، وشوية أشكال تزيينية كلها إن شاء الله بحط لكم قائمة التشغيل بالتعليق المثبت صبايا لسهولة الوصول إليه. بس بصراحة ما قدرت إنه يمر موسم رمضان بدون ما نعمل لو باترون هيك جديد. أنا كنت عملت السنة اللي فاتت ده الباترون كان حصري، يعني أنا كنت عاملة الفانوس صبايا وش واحد، بعدين لقيت إنه بإمكاننا نحن هاي الوشوش نوصلها مع بعضها وتعطينا هذا الشكل المجسم. إن شاء الله كمان بتلاقوا تفاصيل هذا الفانوس لأنه غالي على قلبي كتير كتير، وبأكد لكم إنه عمل كتير بهجة بالبيت، فبإمكانكم كمان تستفيدوا من بقايا الخيوط صبايا وتعملوا هذا الموديل. ولكن لو حابين تعملوا مقاس صغير اللي هو مقاس الميدالية، طبعا ما شاء الله عليهم الصبايا، والله على يوتيوب مش مخلين، يعني اتعملت باترونات كتير صبايا بالفانوس الصغنن ده يلي هو بينعمل ميدالية، بس انا لقيت انه جمعت كده شوية باترونات على بعض وطلعت بباترون كتير سهل وبسيط بإمكانها بقطعة واحدة صبايا انه نعمل هذا الفانوس للمبتدئات. يعني مجرد انك عرفتي الغرزات الاساسيه اللي هي الحشو والنصف عمود والعمود، بامكاننا نساوي هذا الشكل، وهذا الشكل بيبقى مع الليئه او تحطوه بالسياره مثلا، وسهل وبسيط. اهم شيء من الموديلات دي صبايا انه ما بتستهلك خيط ابدا، يعني اذا عندك بقايا هاتيه واشتغلي فيها، طلع عندك سطر طلع سطرين بتدخلي لون تاني. المقاس ده صبايا نفس الاعداد اللي استخدمتها بالاورانج ده، فقط ده بأليس ديفا ده بخيط صوف، فشوفوا كيف فرق معنا الحجم. فلو انت عايزاه صغير هاتي الخيط الرفيع، او اذا اكبر شوي اشتغلي بخيط عادي. والخيط المتوفر مكرمية مكرمية فرنساوي، خيط صوف خيط قطن، ما تعطلي حالك، المهم انك تشعري بالبهجة والمتعة الداخلية، يعني هيك روايح الشهر على بيتك. والتزيين ده كمان شوفي عندك شغلات، لا يا تيشرت قديم خدي من عليه، يعني مش لازم لك الحاجات اللي عليه، ما تكلفي نفسك ابدا واعملي هذا كمان صبايا. فقط عملته بنفس التكنيك، مجرد انه ده عملته بنص عمود وده عملته بعمود، قام عطاني كمان شوفوا عملته كمان الوان اهو، فعطاني كمان حجم. رح نحكي ان شاء الله على المقاسات اثناء العمل صبايا. قبل بذكركم لو انتم عم تشوفوا قناتي لاول مره بتنورونا وبتزيد علتنا قطعة سكر، اذا ضغطتوا على زر اشتراك وفعلوا زر الجرس لتوصلكم اشعارات بفيديوهات القناه اولا باول، وعلى بركه الله نبتدي. يلا بينا. تاني منقول صبايا استخدم الخيط اللي بدك اياه من حيث الثخانة، والإبرة خلي دائما تكون إبرة أصغر شوي من المقاس المطلوب للخيط لحتى يطلع معنا الشغل جالس وواقف. رح نحتاج كمان صبايا شوية فايبر لحتى نحشي فيها الفانوس. هلأ الفانوس صبايا أنا شغلته بشكل كده، يعني بديت من القاعدة، بعدين عندي هون الحزام أو العنق بتاع الفانوس، وبعدين جسم الفانوس، وبعدين رح نطلع بالعلقة أو بالغطاء تبع الفانوس. لذلك انت شوفي شو بدك تعملي مقاس فانوسك بعد ما نحكي الآن كيف طريقته صبايا. رح ابتدي من الأرضية، بس أنا لازمك ورقة وقلم لحتى ما تنسي إنه أنا مثلا قبل الكل رح أخذ القاعدة على 5 غرزات حشو، فرح أكتب هون 5 حشو لحتى ما ننسى ونحن عم نشتغل. بعدها بدي أخذ 3 غرزات منزلقة، 3 منزلقة تمام، وبكمل بعدين على جسم الفانوس رح أخده على 10 غرزات نصف عمود. ليش لازم نحط الورقة قدامنا؟ لأنه ممكن نحن بطريق الذهاب أو العودة ننسى إنه هون أنا عندي 5 حشو ثم 3 منزلقة ثم 10 نصف عمود، بدي أرجع بالرجوع بدي 10 نصف عمود وامشي على المنزلقات ب3 منزلقة وانهي بالحشو ارجع بالحشو وهكذا. فانتوا بتحطوا هاي الورقة قدامكم مشان اذا نسيتوا وين عم تشتغلوا صبايا بتتذكروا عدد الغرزات بس ليس الا.
هلا انا في واحد من الموديلات صبايا اللي هو الاورنج ده، عملت بعد العشر نصف عمود كمان ثلاثة منزلقة، يعني مباشرة انا انهيت الشكل كده، طلعت هاي القاعدة صبايا وهون المنزلقات، وبعدين طلعنا بالجسم ورجعت مرة تانية عملت منزلقة، بالدوران رجعت كمان برجوع بعملية تغيير الغرزات صار معي هذا الشكل، وهون كنت قفلت بمنزلقة، وبعدين قفلت واشتغلت لوحده الغطا ده صبايا وثبته تثبيت على الرأس والعلاقة معه. لا أنا هلا رح أشتغل معكم بطريقة مختلفة كمان تكون أسهل على المبتدئات. بسم الله الرحمن الرحيم. صبايا أنا خليته هون مايل لحتى تشوفوا إنه إحنا طالعين كده من القاعدة، ثم باتجاه العنق ثم باتجاه فوق. هذه عدة البداية. بسم الله الرحمن الرحيم، يا ربي ما تعقد لنا أمر. وأنا أهو ورقتي قدامي بدي أشتغل خمسة بثلاثة بعشرة، إذا المجموع عندي 18 سلسلة، واحد اثنين ثلاثة أربعة خمسة، دول بدي أخذهم للقاعدة. ثم العنق يلي بده يفصل ما بين القاعدة وجسم الفانوس عندي واحد اثنين، أدي ثلاثة، دول من الشغلون منزلقات. ثم بدي الآن ارتفاع الفانوس عشر غرزات، واحد اثنين ثلاثة أربعة خمسة ستة سبعة ثمانية تسعة، أدي عشرة. هلا ما مهم بقى انه اذا وصلت لفوق يكون هذا نفس العمود، لا خلص، المهم هذا هو التعداد الكامل بالنسبة لي صبايا اللي هو خمسة بثلاثة بعشرة. الآن رح نبتدي بالقاعدة يلي هي غرزة حشو، رح ارتفع سلسلتين مو سلسلة صبايا أثناء الشغل، رح أقولكم ليش. واحد اثنين، رغم انه بدي اشتغل حشو والحشو ارتفاعه سلسلة واحدة، بس بدنا نشتغله سلسلتين. بعد السلسلتين دول بروح على السلسلة، الآن صار رقم ثلاثة وبشتغل أول غرزة حشو، أدي واحد اثنين ثلاثة أربعة، وادي خمسة، هيك انتهينا من القاعدة، خمسة حشو بتوع القاعدة صبايا. الآن بدي انتقل من العنق للجزء الثاني، العنق في ثلاثة منزلقة، راح ادخل في السلسلة واطلع من الحلقة على الإبرة، ادي واحد اثنين ثلاثة إذن هي صار في عندي ارتفاعين حشو ثم منزلقة. الآن الباقي رح كمله نصف عمود، رح نلف الخيط ندخل على السلسلة التالية، نطلع من الثلاث حلقات، وادي نصف عمود رقم عشرة. إذا هاي شوفوا إن هي نص سطر صبايا، اشتغلنا فيه الثلاث أشكال، حشو للقاعدة، منزلقة للعنق، نصف عمود للجسم. أنا عندي الملون ده صبايا عملته بعمود بلفة، بينما هدول عملتهم بنصف عمود، وأنا لقيت إنه نصف عمود بيبقى يعني أوفى وأرتب، وبيبقى الفانوس لامم أكتر. تمام، طيب شو اللي نحمله الآن؟ عندي هون نصف عمود، إذا بدي ارتفع سلسلتين، اقلب الشغل، بدنا نشتغل على الحافة الخلفية للغرزة صبايا على الباك لوب، يعني هاي اثنين أهو، هاي الغرزات قدامنا، هاي الحافة الأمامية وهذه الحافة الخلفية، بدي اشتغل على الحافة الخلفية فقط. فإذا رح لف
وادخل على الحافة الخلفية أو الباك لوب واطلع من 3 حلقات مع بعض. كمان هلأ بدنا نعد حتى ما ننسى، عندي 10، فإذا أنا بدي أشتغل 10 نصف عمود، 3 4 5 7 8 9 ادي 10 بتاعت جسم الفانوس من فوق، انهينا 10 بتوعه. الان داخلين على العنق، عندي 3 منزلقة اهو، صبايا رح ندخل على الحافة، ما بقى نلف الخيط، الان عندي منزلقة، اسحب اطلع من الحلقة على الابرة، ادي 1. كمان اللي بعده 2، يا رب تكون الصورة واضحة، 3. انتهوا الآن 3 منزلقات صبايا يلي هن عنق الفانوس. الآن وصلنا للقاعدة، إذا انحشوا على الحافة الخلفية أنا عندي اياهم 5، أدي 1 2 3 4. رقم 5 صبايا ما رح اشتغلها على الحافة الخلفية، لا رح اشتغلها غرزة حشو عادية من هنا. إذا آخر غرزة حشو بخليها غرزة عادية، ليه؟ هذا بيزبط لي الحافة أكتر. مرة تانية رح ارتفع سلسلتين وابتدي بالحشو. ليش بقى سلسلتين صبايا؟ لما بدنا نعمل سلسلة واحدة، وأنا كنت جربتها بأول واحد عملته اللي هو الأورانج ده، لما اشتغلت لقيت انه هون كانت عم بتشد معي، وانا عايزة الدوران بتاع القاعدة يبقى مفروض كده. هاي الفردة صبايا اتحققت لما انا ارتفعت للقاعدة بغرزتين سلسلة مش واحدة. اذا عرفنا ليش تنتين مش واحدة رغم انه شغالين حشو، نقلب شغلنا والسلسلتين دول ارتفاع ما دخلنا فيهم، وبنرجع مرة ثانية ومنعد، ادي 1 2 3 4 5. طبعا انتم بامكانكم تعملوا الارتفاع مثل ما بدكم، انا العدد عندي كده. هون بقى صبايا قلت لكم ليش سلسلتين حتى ما يضيق علينا المسافة دي. الان داخلين على 3 منزلقة اهو، 1 2 3. الآن على جسم العمود يلي عفوا اللي هو بنصف عمود، نلف الخيط ونبتدي. طبعا نحن رايحين ما أنا محتاجين للعدد إلا للتثبت من إنه ما ضاعت علينا ولا غرزة صبايا، لكن لما بنرجع بنعد لحتى نشوف إمتى بدنا نوقف وندخل على المنزلقة. اللي عملته بقى أنا الآن رح يتكرر صبايا لغاية ما يوصل لدوران الفانوس المطلوب. تقدري كيف بدي اعرف انا دورانه؟ الحقيقه هو بيدلك لوحده، تحسي حالك انك اذا اشتغلتي سطر زياده رح يكون الفانوس زياده، هو رح يعطيكي دورانه. شوفوا اخر وحده صبايا ما رح حطها على الحافه الخلفيه، لا رح ادخل كمان واشتغلها نصف عمود عادي. ما بعرف إذا وصلتكم الفكرة صبايا، شوفوا بلش الشكل أهو يفرق معكم بالنسبة للمقاسات، الجسم صار أعرض، ثم في عندي منطقة العنق، ثم عندي القاعدة أقل. الآن نفس الشيء رح كرر بقى، رح ارجع برجوع ارتفع سلسلتين وكمل نصف عمود ثم المنزلقة ثم الحشو ثم سلسلتين وارجع بالحشو المنزلقة نصف عمود. رح اشتغل لغاية ما أوصل عدد السطور اللي وبقلكم إن شاء الله قديش وصل عدد السطور لحتى وصلت للدوران المناسب.
انا خلصت عدد السطور المطلوبة الصبايا، قلت لكم كيف رح نعرفه؟ رح تلاحظوا انه انتم لما اشتغلتوا مباشرة شوف لحاله بيلفوا بيعطوكم الدوران، تحسوا انه وصلتوا الان للمساحة المطلوبة. انا خليت كمان عندي سطر لسه بدي اشتغله صبايا، لان بدي اشبك اثناء السطر. انتوا لو لاقين انه بهي المرحلة بامكانكم بس تخلوا الخيط اطول شوي وتخيطوا من تحت لفوق، انا رح اشتغل سطر اثناء التشبيك. هيك كمان بالمرة نتعلم طريقة بالتشبيك. رح ارتفع الان سلسلتين انهن بتوع الحشو صبايا، تمام؟ رح اترك الإبرة من هون، كل مرة ده بنخبط فيه بعد لورا كده، ورح أدخل بأول غرزة حشو من هون صبايا بالطرف الثاني، تمام؟ وأسحب الحلقة اللي أنا حررتها وطالعها من نفس المكان، تمام؟ أهو صبايا. وارجع اشتغل غرزة الحشو. انا عندي هون بدي اشتغل 5 حشو على الحافة الخلفية، بدخل مرة تانية باول غرزة، ده فقط شبكناها شبك صبايا، اشتغل غرزة حشو. هي خلصنا رقم 1، حرر الابرة. بدخل على الحشو رقم 2، هنا الحلقة المحررة دي بسحبها منه، برجع للشغل مرة ثانية وعد الحشو رقم 2 على الحافة الخلفية وبشتغل حشو، بحرر كمان الحلقة كأني عم بشبك تماما. بدخل على رقم 3، بسحب الحلقة المحررة اهو، وبرجع لشغلي الأصلي وبشتغل الغرزة رقم 4، كمان بحرر حلقة وبدخل على رقم 4، عفوا هلا رقم 5، اهي بسحب حلقتي وبشتغل الحشو رقم 5. برجع بقولكم حاسين انه هاي الطريقة رح تضيع منكم الاعداد صبايا، خلوها بخيط عادي وخيطوا من اول الشغل لاخره. طيب خلصت الآن من الحشو، بدي أدخل على المنزلقة. عندي 3 منزلقات، رح أدخل بأول منزلقة الحلقة المحررة أسحبها وأرجع للطرف الأساسي اللي أنا شغالة عليه صبايا، وأخذ أول منزلقة كمان رح أشتغلها منزلقة بالطريقة دي، كمان بحرر الحلقة وبدخل على الغرزة اللي بعدها بسحبها كأني عم خيط فيها أو عم بشبك شبك أهو، طالعة من المكان اللي أنا حددته. برجع الآن للمنزلقة رقم 2، هنا بسحب وبطلع من الحلقة على الإبرة. هيك صارت عندي، بكون أنا عم بثبت وبخيط وبشتغل سطر إضافي، كمان الحلقة الأخيرة وبنسحب منها وبرجع للمنزلقة اللي هنا. خلصوا الآن 3 منزلقة صبايا أهو، وال5 حشو هيك بنكون شوفوا كيف ثبتنا. بنفس الطريقة الآن رح كمل النصف عمود، كمان بترك دي بدخل على النصف عمود هنا بسحب الحلقة اللي أنا حررتها وطالعة منه كده، بلف خيطي وبروح على أول نصف عمود هنا بسحب وبطلع ب3 حلقات، حرر الإبرة كمان أهي. برجع هنا للمقابل صباح، بسحب الحلقة المحررة لف وبرجع لسطري الأساسي بكمل النصف عمود. هيك بكون عم بشتغل وعم بشبك، رح كمل السطر ونرجع. انهيت التشبيك صبايا مع شغل سطر، وهي كانت النتيجة. الآن بدنا نشتغل من فوق على الحافة، رح نرتفع سلسلة واحدة، وعلى كل سطر من سطور النصف عمود ده بدنا نشتغل 2 حشو، 1 2،
كمان رحت بان معنا لان احنا مرتفعين سلسلتين صبايا، فبارتفاع السلسلتين ده واضح قدامنا، بيبقى هو على حافة الشغل. نشتغل 2 حشو، منكمل صبايا دوران لحتى نرجع لنقطة البداية. أنهيت الدوران صبايا ورجعنا الآن على أول غرزة طلعنا فيها، ورح نقفل بمنزلقة. إذا هلا إحنا سوينا الطرف الفوقاني أهو 2 حشو في كل نصف عمود. بس بقى صبايا الآن بدي عندي الشغل ده أهو، صار عندي حافتين أو الفي دي اللي انتو شايفينه. بدنا نقلب الشغل، يعني احنا كنا شغالين هيك، الآن بدي احطه قدامي كده، بدي ارجع برجو. رح اترك الآن الحافة الأمامية دي واشتغل على الحافة الخلفية الخارجية. رح نبتدي نرتفع 3 سلاسل. طيب شو بدي اشتغل الآن بهاي المرحلة؟ بدي اشتغل الحافة المزخرفة دي أو الفستونات صبايا. إذا عندي بترك الحافة الأمامية وعلى الحافة الخارجية دي رح نبتدي نشتغل. أنا أول ما ارتفعت مكان اللي ارتفعت فيه صبايا رح أدخل على الباك لوب ورح أشتغل عمود 2 3. الآن رح أتخطى 1 2 اهو صبايا، وعلى الثالثة رح ادخل كمان على الحافة الخلفية وثبت بمنزلقة. رح ارتفع 3 سلاسل بنفس المكان وارجع اشتغل 1 2 3. رح اترك 1 2 على الحافة الثالثة وثبت المنزلق. كمان 1 2 3. حابين تعملوا بهي الطريقة المالي، حابين تشتغلوا تروحوا تثبتوا بعدين تنتقلوا من الثاني لهون تشتغلوا 7 أعمدة مثلا مع بعضهم، فبيعطيكم كمان فستونة دائرية دي أو دي معاكم. أنا رح أكمل لغاية ما أنهي الدائر كله ونرجع. رجعت تكون عند الفستون الأخيرة صبايا، نشتغلها مع بعض بنفس المكان. ارتفعنا 3 سلاسل، حابين تشتغلوا عمودين اوكي، حابين تشتغلوا مثلي 3 أعمدة اوكي، على آخر سلسلة اللي طلعنا منها ومنثبت بمنزلق. أنا بس رح أقلب الإبرة أسهل. بقى صبايا نحن هلا هيك بكون انتهينا من الفستونات او الحافة التزيينية للفانوس. بدنا نرجع الان، نحن اشتغلنا هون على اللوب يلي كان بالنسبة لنا هو اللوب البعيد او اللوب الخلفي، وضل عنا الحافة الامامية كانت بالنسبة لنا، الان بدنا نرجع نشتغل عليها. فاذا رح نقلب ونرجع الان برجوع صبايا مكان ما وصلنا. بسم الله اهو رح نرجع للحرف اللي نحنا تركنا، ندخل ونطلع بمنزلق. ارتفعت سلسلة صبايا بأول مكان، رح نشتغل غرزة حشو. الآن السطر لا في تزايد ولا تناقص، وإنما بس رح نشتغل سطر حشو على الحافة اللي نحنا أساسا تاركينها أهي. إذا كل اللي رح نعمله هو تظبيط سطر.
تمام سبعة. إذا عندنا الحافة دي رح نكمل داير لحتى نرجع للنقطة اللي انطلقنا منها. وصلنا لآخر سطر صبايا وعند منطقة الارتفاع رح نقفل بمنزلق. الآن بين عندنا سطر تناقص رح نرتفع سلسلة، وبنفس المكان اللي ارتفعنا رح نشتغل حشو، ادي واحد ثم حشو اثنين ثم ثلاثة وأربعة، بناخدهم مع بعض تناقص. إما تعملوا تناقص مخفي براحتكم، المخفي إنكم تاخدوا الحافة الأمامية هي صبايا، بس هاي الحافة والحافة اللي بعدها صاروا اثنين، تسحبوا تطلعوا من دول التنتين وبعدين تشتغلوا كأنه حشو عادي. كمان رح نشتغل واحد اثنين ثم ثلاثة وأربعة تناقص. رح نشتغل الآن تناقص الأبسط، لو أنه أنا أدخل وأسحب خيطي وأترك الحلقة على الإبرة وعلي بعدها أسحب خيطي، صاروا ثلاث حلقات أطلع منهم، وهذا أسهل للمبتدئة. كمان ثاني واحد اثنين ثلاثة والأربعة مع بعض بسحب خيطي بتركه، اللي بعدها بسحبها وبطلع من ثلاث حلقات. حبيتوا تعملوا المخفي، حبيتوا تعملوا الطريقة دي براحتكم، ونكمل حتى ننهي السطر. انهيت السطر وبين معانا التناقص صبايا. الآن السطر القادم رح نتناقص مرة مرة لا، رح ارتفع الآن السلسلة الأولى بأول الارتفاع، هذه غرزة حشو واحد، بعدها رح أخذ اثنين وثلاثة مع بعض أهو، كمان حشو واحد اثنين وثلاثة مع بعض حشو منفصل، رقم اثنين رقم ثلاثة مع بعض، ونكرر مرة حشو ومرة بناخد اثنين تناقص لحتى ننهي السطر. قفلت سطر صبايا. الآن السطر القادم رح ناخد التناقص مضطرد، يعني مع بعضه نرتفع السلسلة مكان طلعنا، أدي واحد واللي بعدها رح ناخدهم مع بعض أهو، يعني الآن تناقص في كل غرزتين ورا بعض. لأن بدنا نبتدي نقفل كمان واحد رقم اثنين أهو مع بعض، اللي بعده واحد والتاني، ورح نكمل لحتى ننهي السطر. انهينا وبقي عنا هاي الفتحة الصغيرة صبايا. بعدين رح نلضم نحن الخيط ونحاول نشد الخيط، بس قبل ما نكمله بدنا نعمل الحلقة. الآن بعد ما خلصنا رح ارتفع واحد اثنين ثلاثة أربعة خمسة ستة سبعة ثمانية تسعة عشرة، وشوف ايش الحلقة لا كده صغيرة، واحد اثنين ثلاثة أربعة خمسة، تمام هيك الحلقة صارت منيحة صبايا. بجي الآن للطرف المقابل أهي وين الفتحة، هاي ببحثهم عن جهة مقابلة إلى تماما، بدخل وبنقفل بمنزلقة. حبيتوا تتركوها سلسلة صبايا، حبيتوا تمشوا عليها بغرزة حشو، رح نقلب وبيعطيها يعني حجم أكتر، ونشتغل غرزة حشو داخل الحلقة، مالن عدد غرزة الحشو، شوفوا قدي بتاخد الحلقة معاكم بتكملوا فيها غرزة حشو، رح نروح لحتى نوصل للطرف المقابل. اكملت شغل الحلقة صبايا. الآن بدي اترك طرف الخيط قصه واترك مسافة تكفيني انه اقفل فيها الفتحة. صبايا بإبرة التنظيف رح نمشي على داير الفتحة دي، وبعدين نشد الخيط. لاحظوا انه انا لسه ما حشيت الفايبر لانه عندي منطقة لسه مفتوحة صبايا من تحت، هي اللي رح تساعدني بحشو الفايبر، لذلك انا تركته للاخير. هيك نكون تقريبا عملنا الفانوس كله حتة واحدة، فقط عنا قطعة نقفل فيها القاعدة اهو. اسحب الخيط، نقفل الفتحة ونثبت. ممكن أهنينا تقريبا صبايا الشكل الخارجي ومعظم المراحل تبع الفانوس. الآن من الفتحة دي أنا راح أدخل فايبر،
انا حشيت صبايا اهو، حاولوا نكون دخلوا الكمية لحتى يطلع معاكم هون راس الفانوس او القبة تبع الفانوس بالطريقة اللي بتكون اياها، وبعدين افصلوا الحتة اللي بتكون تعملوا فيها القاعدة صبايا عن اللي من جوا، حتى القسم هنا بتاع المنزلقة يبقى واضح بالنسبة لكم. يعني حشوه من جوا وبعدين بعد ما بتخلصوا حطوا جزء صغير كده مشان القاعدة، باقي علينا فقط انه نعمل دائرة صغيرة نقفل فيها القاعدة. رح نرجع الآن لخيطنا الصبايا ونعمل دائرة سحرية يلي هو نعمل عقدة وما نقفلها، هي دي الدائرة السحرية، ونرتفع 3 سلاسل ونعمل دائرة غير محددة بالنسبة لعدد الأعمدة. يعني لازم أعمل دائرتي بحيث حس إنه صار في عندي عدد من الأعمدة يكفيني لتغطية القاعدة من تحت، والسطر واحد ما رح يكفينا، غالبا بنحتاج سطر عمود وسطر حشو. لذلك أنا رح أكمل الآن أعمدة لحتى أوصل للدائرة اللي بدي إياها. وصلت صبايا لعدد الأعمدة اللي استدارت فيها الدائرة، رح أقفل بمنزلقة، ارتفع سلسلة. انتوا اذا لقيتوا حجم الدائرة بالنسبة للقاعدة عندكم مناسب اوكي، ما لقيتوا ما مناسب فقط زيدوا سطر حشو بدون اي تزايد، بمجرد انكم تعملوا في كل عمود غرزة حشو، لانه عدد الاعمدة كافي بالنسبة لنا ما يحتاج تزايد، ولذلك الدائرة ما رح تضيق معكم، رح كمل بس سطر الحشو ونرجع. عملت الدائرة الصبايا، ولو لقيتوا ان ضاقتها عليكم انتوا حاسين انه عدد الاعمدة مش كفاية، اشتغلوا حشو حشو تزايد، حشو حشو تزايد وكملوا. الان رح نقفل، بامكانكم هون انا هذا عملت له شقفة كرتونة صبايا، كمان كتير منيح انكم تقصوا دائرة كرتونة صغنونة كده تقفلوا فيها المنطقة دي وبعدين تشتغلوا عليها الدائرة. الان بدي اشتغل الدائرة بس مش هيك، بصوا مش رح نقفل من الخلف للامام، لا لبوا الشغل كده قدامنا على أقرب غرزة، اسحبوا الحلقة أهي. الآن بدنا نشتغل 2 حشو في كل مكان، رح نرتفع سلسلة ومكان أول تثبيت ناخد الحرف اللي نحن اشتغلنا فيه، نبتدي من عند الفانوس صبايا مش من عند الحلقة، وناخد معنا حلقة من الدائرة. هذه أول حشو وهذا هو الثاني، حنقول ليش رح نشتغلها تزايد 2 مش 1. كمان ندخل بالحلقة اللي بعدها ناخد معنا حلقة من الدائرة، نسحب هذه أول حشو والحشو الثاني، كمان اللي بعدها الغرزة المقابلة حشو 2. ليش عم باخد حشوين مش حشو حشو واحد عفوا صبايا؟ لانه اذا عملتوا حشو واحد القاعدة بتلم معكم، نحن عايزينها مفروضة يقدر يوقف عليها لو انتم عايزين. اهو بصوا صبايا، انا بالتجربة لقيت انه 2 حشو هو اللي مناسب اكتر انكم تعملوا حشو واحد. بنفس الطريقة رح نكمل الدائرة، شوفوا هاد صبايا كيف الفردة دي فردت معانا القاعدة، وانا حاسة اني استعجلت بس في الخطوة دي، معلش مرة تانية رح نرجع. عم باخد الحلقة يلي موجودة على الفانوس وباخد معاها القاعدة صبايا وبشتغل 1 2 بنفس المكان، كمان الحلقة اللي بعدها والحلقة من القاعدة، وبنشتغل 2 حشو هي واللي وراها 1 2. هاي حلقة الفانوس، هاي الحلقة بتاعت القاعدة، اثنين حشو انهينا على اول غرزة في المنزلقة، نثبت من قص الخيط ومنخفي. بس بالي يسألوني دائما عن إخفاء الخيوط، نرجع برجوع
ورا الحلقات صبايا اهي، ونحاول نمشي كده. ومنرجع برضو برشوة كمان. اشتغلنا كل المراحل مع بعض، فينا ندخل كمان للداخل ونقص الخيط الزايد. هاي القاعدة شوفوا مرتبة صبايا اهي، فانوسنا سهل بسيط بخيط واحد فرس سحبة. حبيتوا عندكم بقايا خيوط، بعتقد انه ما كان معقد ابدا صبايا، ويعني بطريقة سهلة وبسيطة بامكانكم تحصلوا على فانوس. الان بندخل على مرحلة التزيين بقى براحتكم صبايا، شوفي عندكم اشياء زينوا فيها. اهو غبت عنكم ما فيش 5 دقايق صبايا زينتوا. لا حتى ما اخذ معكم وقت، هو عبارة عن شريط التزيين، ده من ارخص انواع التزيين، ده يعني كله على بعضه المتر منه ب5 جنيه للي قاطنين طبعا بمصر بمسدس الشم صبايا. اهو يعني فانوس من غير ما يكون في شريط اضاءة مضيء، يعني صبايا انا ما بلاقي انه فانوس بصراحة. بتمنى اكون يعني بهالعجالة صبايا قدرت اوصلكم، كون تعملوا ولو بابسط شيء تغيروا مودكم. تعرفوا هذا مود هالايام يلي شوي فيها كآبة بسبب جائحة الكورونا اللي كل ما لعب تزيد ما عم تنقص. اللهم يا رب يشفينا ويشفيكم جميعا صبايا، ويبعد عنا وعنكم الامراض، ويبلغنا رمضان جميعا غير فاقدين ولا مفقودين. ان شاء الله كل عام وانتم بخير صبايا، وان شاء الله اذا كان في العمر بقيه وكان في الوقت ممكن نعمل كمان بترون تاني لفانوس تاني باذن الله. برجع بقول لكم صبايا الفانوس ده هو نفس الفانوس ده بنفس الاعداد اللي انا اشتغلتها، ده بخيط صوف اللي هو الكارما اكسترا، فبيبقى شوي تخين. ده بأليس ديفا، شوفوا على الفرق رغم نفس الشغل اللي اشتغلناه. شوفوا انتو بقى المساحة الحجم اللي بدكم اياه. المهم انكم تساووا فوانيسكم وتبسطوا عائلتكم، حتى نلتقي ان شاء الله في فيديوهات قادمة. استودعكم الله صبايا، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.